السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعزية لعائلة عليش علي الحاج بلدي ترشيقة دائرة حمادية تلقينا نبأ وفاة إبنة عبد العزيز عليش علي البالغ من العمر ست سنوات وإبن خير الدين عليش علي البالغ من العمر ثلاثة سنوات سبب الحادث سقوط جدار عليهم من شدة الرياح وعلى إثر هذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلة عليليش سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته